هي ذكريات الزمن الجميل عندما تسترجعها الألباب لتتذكر ما قدمه خيرة أبناء الجزائر ممن صنعوا مجد كرة القدم الجزائرية. وطاهر بن فرحات أيقونة من الأساطير التي شرفت الألوان الوطنية مع المنتخب الجزائري سنوات الستينيات والسبعينيات. L'équipe nationale, je suis supporter de l'équipe nationale. L'équipe nationale, quel okay, abonnement je te vends. Allez, j'ai Allah y'aounhoum, Allah y'aounhoum, Allah y'aounhoum, Allah y'aounhoum. Inch'Allah y'aounhoum. ابن مدينة تيارت وإن خانته الذاكرة بسبب المرض إلا أنه يبقى يسترجع الماضي بمجرد دخول متحفه الصغير الذي يلخص مسيرته مع رفقاء دربه في صور وألقاب لا تقدر بثمن. بن فرحات هو شخصية فذة صنعت الاستثناء في مسيرة ثرية جعلته برازيلي إفريقيا ونال الإعجاب حتى من الصحف البرازيلية التي قارنته أنذاك بالجوهرة السوداء بيلي. كما أدرج اسمه ضمن قائمة القرن رفقة الألماس زيتون مخلوف وسرباح وآخرين. ونيله الشكر والعرفان حتى من الرئيس وريبو مديان. هذه فستات زبانة هذا عبرو سريدي وهذا بيلي هاويلة. رمز فريق شبيبة تيارت وإن تقدم به السن إلا أنه يبقى الرجل الأنيق الذي يتميز بروح الدعابة وحب كل ما هو جزائري. فهل من متذكر لهذه القامة الكروية؟